أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شؤون عمالية. في هذا اليوم نطل عليكم من محافظة نابلس ونطرح قضية في غاية الأهمية، إصابات العمل في صفوف العمال في داخل الخط الأخضر، إصابات العمل القاتلة أو إصابات عمل تترك عجزا لدى العمال إن كان عجز دائم أو عجز مؤقت. كيف يتعامل القانون الإسرائيلي مع العامل الفلسطيني في داخل الخط الأخضر؟ هل ينصفه ما أقره القانون الإسرائيلي من مقدرات لهذا العامل أو مستحقات؟ أم أن الاستقطاعات التي تأتي على أجور العمال هي جائرة ولا تعطي بالمقابل امتيازات للعامل الفلسطيني مقارنة مع العامل الإسرائيلي نفسه؟ هذه القضية التي سنطرحها، وخاصة إذا ما توقفنا عند آخر إحصائية للعام 2015 التي تبين أن هناك 26 عاملا فقدوا حياتهم في داخل الخط الأخضر، طبعا في ظروف عملهم، منهم من يعمل ويحمل تصريح عمل ومنهم من يعتبر غير منظم في سوق العمل الإسرائيلي. هذا ما سنتابعه، وسنتابع هذه القضايا وكيف سيتم التعامل معها في كل الأحوال. نكون وإياكم في هذه المناقشة بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وطبعا نرحب بضيوفنا في البداية في هذه الحلقة. سيد عبد الكريم مرداوي، مسؤول ملف العاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في وزارة العمل، أهلا وسهلا بك. سيد عبد الحليم داري، جمعية عنوان العامل، المتخصص في موضوع إصابات العمل، أرحب بك معنا. وأيضا للسيد فوزان عويضة، رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع نابلس، أرحب بك معنا. أرحب بجمهوري الكريم وهم من شريحة العمال العاملين في داخل الخط الأخضر، يشاركون بهمومهم وقضاياهم في هذه الحلقة. بداية أريد أن أكون معك سيد عبد الكريم مرداوي، ونقف عند الإحصائيات بداية، الإحصائيات التي تكون هي رسمية من قبلكم في وزارة العمل. نتحدث عن 26 حالة وفاة في صفوف العمال فقط في العام 2015، وهذه تعتبر نسبة كبيرة. بداية أخت ضحى، بالنسبة لموضوع الإحصائيات، إحنا من سنة 2015 بلغ عدد العاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر 58 ألف عامل، 26 حالة وفاة تعرض إليها عمالنا. ال 26 حالة وفاة تقسم إلى قسمين، عمال يحملون تصاريح، بلغ عددهم 9 عمال يحملون تصاريح تعرضوا للوفاة، و 17 عامل لا يحملون تصاريح عمل. بلغت عدد إصابات العمل اللي وصلت دوائر التشغيل في محافظة الوطن 400 إصابة، تم تحويلها إلى اللجان الطبية في وزارة الصحة. نعم. اللجان الطبية بدورها بتقوم بعمل إجراء الفحوصات اللازمة وإعطاء التقارير لعمالنا الفلسطينيين من أجل متابعة تحصيل حقوقهم نتيجة الإصابة اللي تعرضوا إلها داخل الخط الأخضر. عاملنا الفلسطيني المنظم يحصل على قسيمة راتب. هذه قسيمة الراتب فيها بند استقطاع من المشغل بدل تأمين وطني، ماشي، هذا بغطي إصابات العمل. نعم. وهناك استقطاع برضه من العامل الفلسطيني، بحب أقول النسب اللي يتم استقطاعها من المشغل الإسرائيلي ومن العامل الفلسطيني. بنلاحظ إنه نسبة الاستقطاع من العامل الفلسطيني للأجور المخفضة، الأجر إذا كان 5678 شيكل فما دون، يستقطع من العامل 3% ومن المشغل 46%. إذا بلغت الأجور فوق هذا الحد يتم استقطاع 2.39% من المشغل بدل إصابة للتأمين الوطني، لمؤسسة التأمين الوطني، ويتم استقطاع 61% من العامل الفلسطيني. هذه النسبة اللي يتم استقطاعها إذا كان عاملنا بيشتغل في فرع البناء أو فرع الزراعة. نعم. أو فرع الخدمات أو الصناعة أو الفنادق، لكن بنلاحظ أنه أغلب الإصابات تتم في قطاع البناء. نعم. يعني أكثر نسبة عمل في قطاع البناء. صحيح. بالنسبة للعمال الفلسطينيين. يعني تقريبا نقول 70% من التصاريح
اللي تصدر لعمال الفلسطينيين هي عبارة في قطاع البناء. نعم. يعني بلغ عدد التصاريح السارية المفعول مع عمالنا 41 ألف تصريح في قطاع البناء، وأغلب الإصابات نعم. تكون في قطاع البناء. طيب أنتقل للسيد عبد الحليم داري، جمعية عنوان العامل. أنتم تتابعون قضايا العمال، إصابات العمل التي تتم في الداخل في محاولة لتحصيل حقوق العمال بالطبع. حدثنا يعني بمختصر عن طبيعة عملكم بداية في التعامل مع العمال، كيف يتم ذلك في حال إصابة، في حال وفاة لا سمح الله؟ أهلا وسهلا فيكم في مشاهدينا الكرام. عادة إحنا كجمعية عنوان العامل أخذنا على عاتقنا من فترة 5 سنوات أو أكثر على أنه نعالج موضوع قضية إصابات العمل لدى العمال الفلسطينيين. التوجه بيكون من قبل العمال عن طريق النقابات، وفي الفترة الأخيرة صار توجه من قبل مكاتب العمل الفلسطينية في توجيه العمال لجمعية عنوان العامل لتحصيل حقوقهم مقابل إصابات العمل. الآلية اللي بتتم فيها إنه العامل الفلسطيني إذا أصيب في مكان عمله بحسب القانون الإسرائيلي مفروض إنه يتم نقله إلى مستشفى إسرائيلي أو عيادة إسرائيلية، وهناك بتلقى العامل العلاج الأولي، وإذا كانت هناك متابعة بطريقة صحيحة وسليمة بتم من قبل المشغل تعبئة نموذج على أساس يكمل علاجه داخل إسرائيل. لكن للأسف الشديد معظم عمالنا الفلسطينيين اللي بتعرضوا لإصابات العمل بتم إذا تم علاجهم الأولي في داخل إسرائيل لا تتم متابعتهم في داخل إسرائيل، بل بالعكس بتم توجيههم إلى مناطق الضفة حتى لو كان معه تصريح عمل. حتى لو كان معه تصريح، لأنه في قصص عمال كثير أنه تعالج في البداية في المستشفى وتم إخباره أنه لازم أنت تكمل علاجك داخل مناطق السلطة الفلسطينية. والعمال الفلسطينيين بتوجه لمناطق السلطة الفلسطينية، بيضطر العامل الفلسطيني أنه يدفع كل تكاليف علاجه من جيبه الخاص حتى لآخر مرحلة في العلاج. نعم. بيضطر أنه يقدم طلب للتأمين الوطني يسترد كل المبالغ اللي دفعه ويسترد الأيام المرضية اللي كانت مطلوبة له أو اللي هو كان عطلها في البيت. في قسم آخر للأسف الشديد أنه العمال الفلسطينيين لا يتم علاجهم في داخل المناطق الإسرائيلية أو في منطقة عمله، ولا يتم توجيهه إلى مستشفى أو عيادة إسرائيلية. بل بالعكس بتم توجيهه لأقرب حاجز عسكري في منطقة عمله. والمشغل بخبره أنه يروح يتعالج داخل منطقة السلطة الفلسطينية. هاي نسبة كبيرة يعني نتحدث عن نسبة كبيرة. الأعداد كبيرة هذا التعامل. نعم الأعداد كبيرة لسببين. السبب الأول اللي هو نتيجة عدم وعي العامل بحقوقه أنه لازم يتعالج داخل إسرائيل، وزي ما حكى الأخ عبد الكريم الرداوي العامل الفلسطيني يتم اقتطاع رسوم تأمين صحي، ومن حق العامل أنه يحصل على العلاج، وحسب قانون العمل الإسرائيلي أنه من حقه أنه يتعالج، ومؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية مفروض تغطي هذه التكاليف. لكن للأسف الشديد زي ما حكيت لك أنه العمال مش واعيين لهذه الشغلة، وبنفس الوقت أنه المشغلين الإسرائيليين سواء عرب أو يهود بيحاولوا أنهم يتنصلوا من مسؤوليتهم، أو أنه يعني مش معني أنه يكمل أو يساعد العامل أنه في تحصيل حقوقه، فئة قليلة جداً بيتم مساعدتها من قبل المشغلين الإسرائيليين. سنعود لاستكمال ذلك بعد أن توجه للسيد فوزان أيضا. من ناحيتكم في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كيف تتابعون هذه القضايا الخاصة بإصابة العمل القاتلة، أيضا بالإصابات التي تترك العاهات الدائمة لديهم، في المتابعة إن كان من ناحية حقوقية، من ناحية الإجراءات التي تتم ما بين الداخل القانون الإسرائيلي وأيضا الإجراءات هنا بفلسطين؟ نعم شكرا. حكيت أنت عن عدد الإصابات، وحكى زميلي من وزارة العمل على موضوع الاقتطاعات، النسب الاقتطاعات. أنا بقول هون نستثني إصابات العمل القاتل اللي فيها حالة وفيات اللي منحصر، عندنا إصابات عمل كثيرة صعب إحصائها. ليه؟
لأنه مش ما في عندنا جهة واحدة كل العمال بتوجهون عند إصابات العمل. إيش بتعالج؟ بأخذ صاحب العمل الإسرائيلي داخل مستشفيات داخل الخط الأخضر، إيش علاقته مع صاحب العمل قوية بدوش يخسر صاحب العمل برفعش قضية، إيش بيجي لعنا، إيش بروح على مستشفيات خاصة. قسم يعني هون في هي تقدر بمئات الحالات في كل الأحوال. لذلك الإحصائيات الموجودة بأي جهة هي قليلة جدا نسبة العدد الآن. إضافة بالنسبة للاقتطاعات اللي بدفعها اللي ما حكى زميلة، إحنا بنعتبره هذا على الورق، ولكن أصحاب العمل الإسرائيلي يتفننون في سرقة العمال وفي تزوير الأمور اللي على الواقع كثير مختلفة مع حسب القوانين الموجودة على الورق. يعني إحنا بنلاحظ كثير بيجوا عنا عمال بيقول لك أنا المعلم بأخذ مني 2000 شيكل كل شهر، 1400 شيكل، 1500 شيكل شهريا أنا بتفعله. لذلك النسبة اللي بيدفعها صاحب العمل والنسبة اللي بيدفعها العامل قاعد بتحملها العامل، والمبلغ اللي بأخذه العامل في المستقبل هو عمليا يعني بيكون دافع. العقد اللي من المفروض أن ينظم هذا العمل حتى لا يكون يعني الموضوع ارتجالي بالنسبة لصاحب العمل أو استغلالي. المشكلة إنه يخضع للظروف الصعبة اللي بيعيشها عمالنا والعامل بده يشتغل، وأي اعتراض من قبل عامل يؤدي إلى الفصل، وعين الفصل ما في حماية للحقوق. لذلك إحنا بنلاحظ تزوير في كل شيء، من العدل أيام الشغل لمقدار الأجر لموضوع الاقتطاعات، في تزوير هو كل شيء وأكل الحقوق العمال. طيب. أنا برجع لسؤالك اللي عفوا تحمليني. تفضل سريع. سؤالك اللي حكيت هي العمل المتابع للاتحاد. طبعا احنا كنا القسم من العمال اللي بيجي لاتحاد نقابات عمال فلسطين بنستقبله في الدائرة القانونية، بندرس قضيته بشكل كذا وبناخذ قضيته بعد ارشاده شو يعمل قبل استلام القضية من الذهاب الى الطبيب ومصادقته واخذ تقرير طبي ومصادقته من اللجنه الطبيه لحين استلام القضيه احنا بالنسبه لنا وتسليمها الى محامين متعاقدين معهم داخل الخط الاخضر. وهون في هذا المجال اسمح لي انوه نقطه، في عندنا ثغره كبيره مش لاكين لحل، وهي لما العامل بده يتحول للجنه الطبيه. نعم. القانون يفترض انه يروح يجيب تحويله من وزاره العمل. نعم. وزاره العمل هون المشكله ما بتعطي غير عمال منظمين اللي عم يشتغلوا بتصاريح رسمية عن طريق الليشك. نعم. بظل ان العمال بيشتغلوا داخل المستوطنات والعمال اللي بيدخلوا غير منظمين، وزارة العمل ترفض اعطاهم هذه التحويلة. نعم. اللجنة الطبية ما بتستقبلهم بدون تحويلة. نعم. حاولنا احنا بالنقابات نسد هذه الثغرة ونعطي تحويلة، واللجنة الطبية ما بتستقبل التحويلة اللي منا. لذلك ما في عندنا جهة هون المشافي الخاصة، يعني المشافي الخاصة يمكن جهة ان تعطي تقارير طبية. القانون التقرير اللي بيعطيه اي طبيب سواء من المستشفى او خارج المستشفى يجب ان يصادق من اللجنة الطبية حتى يعتمد. لذلك المشكلة هذا القسم الكبير من العمال اللي بيدخلوا غير منظمين ولهذا. نعم. ما في عندنا جهة لحد الآن وزارة العمل رافضة تعطيهم تحويلة للجنة الطبية. إذن هنا يكون هذا عائق في متابعة القضية. سنعود إلى ذلك ولكن بعد أن نستمع أيضا لمداخلات من المشاركين معنا من جمهورنا في هذه الحلقة بعد قليل. إذن نتابع وإياكم في هذه الحلقة من شؤون عمالية ونكون مع الآراء والقضايا التي سيطرحها جمهورنا الكريم. نريد أن نستمع من حضرتك حول القضية التي واجهتها في سوق العمل الإسرائيلي وظروف العمل التي عايشتها والإصابة أيضا. كما قلت أنا أحمد محمد يحمدون من يعباد، مريحة أصد بإصابة عمل بإسرائيل منطقة الخضيرة، وقعت كسر جاي سنتين كسور وتحطم. نعم. ذهبت اخذوني على الخضيرة عالجوني وبعدها روحت، قعدت فترة العلاج 7 شهور وبعدها بعثوني للخضيرة على اللجنة الطبية وعلى التصوير الفوتوغرافي وانطوني 3 جلسات وانطوني عجز 19% عجز دائم وإعاقة. نعم. 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 وبعدها بعد يعني هذه النتيجة سلمنا الملف للأستاذ عبد. نعم. من الجهود وأشكره وشكرا له، وكان يطالب لنا بحقوقنا والحمد لله أخذ تعويض. الآن أنت تأخذ تعويض، يعني لم تواجهك مشكلة في التعويض؟ لا أخذت حقوق الحمد لله. طب نسبة التعويض الذي حصلت عليه؟ والله يعني بمبلغ مش كثير ولا هو
هذا تعويض لمرة واحدة أم أنه بشكل واحدة. شهري؟ مرة واحدة. نعم. طيب أريد أن أسمع أيضا لقضية أخرى. شكرا. العفو لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سرحان أرسال من جباء جنين. أهلا وسهلا. تعرضت لإصابة عمل في إسرائيل في تاريخ 27/7. نعم. من العام الفائت. من العام الفائت. توجهنا إلى طلبت من المعلم إنه يأخذنا على المستشفى فرفض. حكى لي بدك تجيب أمبولانس على حسابك. كان عندك تصريح عمل؟ كان معي تصريح عمل وكل شيء قانوني. فعملنا مشكلة أثناء العمل وبالآخر اضطر إنه يوصلني إلى المستشفى. نعم. قدموا لي العلاج الأولي. كان في عندي مشكلة في إيدي. ومن بعدها حولونا على العلاج وين؟ في جنين. نعم. في الضفة. راجعنا في المستشفيات عندنا في جنين بعد الدكاترة وجميع الدكاترة يعني رحنا على الدكتور 2 3 4 ما طلعناش بأي نتيجة. كنا نتوجه طبعا في كل تقرير طبي إلى وزارة الصحة. نعم. طبعا كل حضور لوزارة الصحة كان وصل 350 شيكل لمدة 3 شهور. نعم. بعدين حولونا على اللجنة الطبية اللي هي في رام الله، اللجنة العليا. طبعا الرسوم تاع اللجنة العليا مبلغ 500 شيكل. طبعا انا تعالجت على حسابي، عملت صور رنين مغناطيس الام اي ار. نعم. طبعا قيمتها 1200 شيكل. قيمتها 1200 شيكل. وعملت عده فحوصات في عده مستشفيات. وتوجهت لاكثر من دكتور، وللاسف انه المعلم اللي انا بشتغل معاه اعطاني التوفيس 250 اللي هي هاي ورقه دخول المستشفى، وفي عندنا كمان توفيس بسموه 211 اللي هي باللغه العربيه نموذج تفاصيل العامل قديش الاجور اللي باخذ انا على اساس اكمل علاج وين؟ داخل الخط الاخضر. نعم. انا من تاريخ 27/7 لليوم ما زلت بعاني مشكله بايدي وما فيش مجال اقدر اشتغل، والمعلم ما زال رافض انه يختم على الورقه هاي. وبسبب رفض المعلم ممنوع انا اكمل علاجي وين؟ في اسرائيل. نعم. توجهنا للدكتور سيف الدين ابو الرب له جزيل الشكر، فطلب مني عمليه نظور لايدي منظار. نعم. هاي العملية مش موجودة إلا في القدس. طلبت من سألت سؤال يعني شو كمية العملية؟ قال لي أنت مش راح تقدر على كمية العملية هاي. نعم. عشان موجودة داخل الخط الأخضر، وأنت مطلوب منك إنه المعلم تاعك يوقع على أوراق. قدمنا لمحامي، في عنا محامي اسمه آرون يهودي، وطلبنا منه إنه يساعدنا في هذا الحكي. كانت القضية 6 شهور بدون أي نتيجة. سحبنا الملف منه وتوجهنا للأخ الأستاذ عبد الحليم، وما زلت أنا قيد العلاج بدون اي نتيجه ولا اي مساعده. نعم. ولا اي جهه تحمينا. وزائد انه عندنا عده مشاكل بس مش اصابه العمل. عندنا المشاكل الاولى اللي هي فيش لنا حمايه. بنشتغل في اسرائيل 25 يوم في الشهر، بسجلوا لنا قسيمه الراتب اللي هو بسموها تلوش 14 يوم 8 ايام 10 ايام. عندنا الاجر 5000 شيكل 4000 شيكل، بسجلوا لنا 3000 شيكل. احنا لما بنتعرض لاصابه عمل انا بدي اخذ 75% من قيمه الاجر. نعم. طبعا اللي هم يقارب 3000 شيكل. نعم. المحامي بده ياخذ النسبه ال 25%، ما بنصفي ولا شيء. وانا ما زلت يعني قيد العلاج 27/7 لتاريخ اليوم. طيب بدون يعني اي نتيجه. هناك جهات يعني مثلا الاتحاد العام للنقابات، لماذا لا تتوجهون للاتحاد؟ نتوجه لهم وبقدموا الاوراق القانونيه. هسه ما احنا قدمنا لاسرائيل، هسه بدون ختم المعلم ما في اي نتيجه. علاج انا طبعا بتعالج على حسابي، لما انا بدي اتعالج على حسابي يعني مواطن بالصواب بقعد 7 شهور بالدار. نعم. وبده يتعالج يعني قيمه العلاج خياليه. نعم. يعني كل صوره ب 500 و700 و1200. نعم. عندك المواصلات، عندك التقارير اللجنه الطبيه هاي، كل ورقه بدك توقعيها من وزاره الصحه. نعم. قيمه الوصل 350 شيكل. نعم. كل مراجعه عندهم بدك تفوت بدك تدفع 350، ما في 350 يعني مشكله. واحنا ما في حدا يحمينا. راح طبعا نتابع هذه القضيه، ولكن ساستمع لمداخله اخرى. اشكرك جزيلا. طبعا شكرا لك. اريد ان استمع لقضيه اخرى لو سمحتوا. انا صوابط في الشغل، المعلم ما رضيش يوديني على المستشفى ولا شيء، قال لي تعالج عندكم وش بصير عندك انا بودي لك اوراق وشيء. هسه روحت، رحت على المستشفى ثابت في طول كرم. نعم. هسه ما رجعتهم اصابتي، قالوا رضا بسيطه هاي وخذ هاي 3 ايام وفش شيء يعني.
على اجى بتوجعني يعني عارف يعني مش قادر بالوجع اصبر. توجهت للدكتور مشكور صبري مصاري في طول كرم في تل ابيب الصوابت. نعم مشكور الدكتور صبري مصاروي من حد ما شافني قال لي عندك تمزق وعندك انقطاع في الرباط الصليبي. نعم. دكتور صبري مصاروي في طول كرم من طيبي وبيجي على طول كرم. فاتصلت بعبد الحليم قلت له انا وضعي 1-2-3 قال لي ابعث لي وراكك. بعثت له وراكي انا حكيت مع المصنع مع الشركه تودوا لي وراك ما رضوش يودوا لي. فعبد الحليم مشكور اتصل بالشركه وجاب لي الوراك اللازمه كلياتها. وكان في كل الاجراءات ولحد هسه ماشي بقضيتي وكل شيء 100% الحمد لله. طبعا لك شعبيه واضح بين العمال سيد عبد الحليم، ولكن يعني ما لفت اليه العاملون ان هناك حقوق ضائعه ان كان نتيجه استغلال رب العمل المشغل الاسرائيلي لهم. ما الثغرات في القانون الإسرائيلي التي تمكن رب العمل الإسرائيلي من استغلال العمال، ولماذا لا يعي العمال بحقوقهم وكيفية التعامل في حالات الإصابة مثلا؟ شوفي قضية العمال الفلسطينيين بيشتغلوا داخل إسرائيل، أكثر العمال في فرع البناء خصوصا فرع البناء بيتم الاتفاق بينهم بين المشغل على مبلغ معين مقتطع يومي مش شهري، فبتكون ما بين متراوح بين 200 لحد 400 او 500 شيكل اذا حسب المهنه اللي بتقضاها. نعم. العامل. لكن للاسف الشديد تسجيل المشغل الاسرائيلي في قسيمه الراتب لا يتم تسجيل الاجر الحقيقي، بل بيعتمدوا على تسجيل الحد الادنى من الاجر اللي متبع في داخل اسرائيل، ويتم تسجيل اقل الايام ادنى الايام اللي حد اليوم دائره المدفوعات بتطلب انه مش اقل من 18 يوم الا اذا بتجيب سبب قانوني انك تحط 12 يوم او 14 يوم. بيوضع 18 يوم وبحطه مثلا 200 شيكل بصير معاش المعامل 3600، لكنه بالفعل هو بتقاضى 6000 او 7000 شيكل. هاي الناحيه بتاثر على العامل الفلسطيني من ناحيه الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه اللي نتيجه بتتراكم مثل صندوق التقاعد، لانه يتم احتساب نسبه مقتطعة من الأجر الأساسي. نعم. كذلك الأمر في حالة إصابة العامل التأمين الوطني الإسرائيلي يحتسب آخر 3 شهور من قسيمة الراتب، فإذا كانت قسيمة الراتب قليلة فبيكون أجر مستحقات العامل قليلة في الأيام المرضية، لأنه بيدفعوا له بس 75% من الأجر المتوسط للأجر في 3 شهور. نعم. كذلك الأمر في قضية العجز، حصوله على العجز إذا كان حصل على نسبة معينة من العجز من التأمين الوطني فبيحتسبوها على هذا المبلغ، وبالتالي خسارة كبيرة للعامل الفلسطيني. آلية الرقابة صعبة جدا. نعم. لأنه يعني بمفهوم الدولة الإسرائيلية يعني مش معنيين يراقبوا هذه الإشكالية. دائرة المدفوعات الإسرائيلية بتكتفي في أنه صاحب العمل يبعث 18 يوم وكفاية. نعم. وأنه يحط الحد الأدنى من الأجر. نعم. كذلك الأمر بتعتمد على العامل الفلسطيني. هو لازم يطالب. نعم. إذا كان مشغل إسرائيلي بحاجة إليك وإذا أنت صاحب مهنة فبتوقع أنه إذا طالبته ممكن تنجح. ما تخافش، كثير من العمال كانوا يخافوا، كنا نحكي لهم أنه طالب جرب ممكن يعاود يسجل لك، وبالفعل في أحداث معينة اضطر صاحب العمل يسجل له المبلغ الأساسي والأيام. وبشدد على العمال الفلسطينيين أنه ما تاخذ قسيمه الراتب وتسكرها وتحطها بجيبتك. لا، افتحها. نعم. اقراها، اذا بتعرفش تقراها في عندك امكانيه تستشير، في عندك النقابات، في عندك مكاتب العمل، في عندك الجمعيه، جمعيه عمال العمل، اي محامي، اي انسان بيقدر اللغه العبريه بيقدر يطلع ويعرف. نعم. شو مسجل لك. اطلب من المشغل انه ما تسجليش 18 يوم، انا اشتغلت معك 24 يوم سجل 24 يوم، انا بشتغل معك 300 شيكل في اليوم لازم تسجل 300 شيكل. طب اذا رفض المشغل يعني هو يستغل حاجه العامل في كل الاحوال دائما؟ انا زي ما حكيت لك انه فيش اليه للرقابه، يعني بتوجه حتى لو توجه للسلطات الاسرائيليه او المسؤولين في وزاره التجاره على انه بتقديم شكوى في تقاعس. نعم. في تقاعس في تطبيق القانون. وحسب حالات اصابات العمل وحسب حوادث الموت اللي صارت بنلاقي انه ل 13,000 منشاه. نعم. تجاريه صناعيه في 17 مراقب من وزاره التجاره. نعم. والصناعه الاسرائيليه. عند هذه النقطه يعني سريع، هل تعتقد انه اسرائيل تنتهج هذا كنهج ان لا يكون هناك رقابه بتقليص عدد المفتشين على هذه المنشآت حتى يعني تطلع على الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين الفلسطينيين؟ نعم، في إهمال من الجانب الإسرائيلي، في إهمال شديد من الجانب الإسرائيلي في عدم
انتداب أكثر عدد من المراقبين لمراقبة قواعد السلامة في أماكن العمل، خصوصا في فرع البناء، لأنه معظم الحالات أو الوفيات اللي بتصير معظمها نتيجة سقوط عن علو، وتقريبا 50% من الحالات السقوط عن علو والوفاة في الجانب الفلسطيني بيكون منها الفلسطينيين، لأنه حتى العامل الفلسطيني يوم ما بتوجه لمكان عمله وخصوصا في البناء المفروض انه شركه البناء اللي بيشتغل فيها تعطيه توجيه كيفيه الامن الامن والامان، كيف انه يطلع على السلالم، كيف انه يستخدم الادوات اللي تحافظ على سلامته وتمنع انه يصيبه لا سمح الله مكروه. سيد فوزان، يعني ما أشار إليه العاملون كان أبرز ما تحدثوا عنه أو الإجماع أنه لا يوجد جهة تحمي العمال في حال الإصابات، يعني هناك في تشتت في العناوين كما يبدو إلى أين يتجهون، أن حتى التقارير الطبية التي يتم الحصول عليها من أجل التعويضات هي غير سهلة، إجراءات معقدة، دفعات والتي تحتاج إلى تقارير طبية، هناك مماطلة في هذه التقارير، يعني ماذا عن هذه الناحية؟ ما دوركم في هذا الموضوع؟ طبعا مهمة هذه الحلقة هي توعية وإرشاد سواء العمال الإخوة الموجودين أو اللي بيشاهدونا عبر التلفزيون مش موجودين. العامل لما بصير عنده أي مشكلة أو لأي استفسار يفترض أن يتوجه إلى الجهات المختصة ومنها الاتحاد العام لقضاة عمال فلسطين. لازم يعني توجد ثقة مع العمال يعني حتى يكون في تعاطي أكثر، أليس كذلك؟ يعني واضح أنه هناك مشاكل عديدة يتم طرحها الآن. طيب من هاي ناحية خلينا أجاوب المسألة. أول شيء في عندنا نقطتين أساسيات، الأخونا هنا إصابة العمل ذكر نقطة أنه صاحب العمل رافض يوقع على التوفيس اللي هو وهو الاعتراف وهو النموذج باللغة العربية، وهو أنه اعتراف ما شو توقيعه، يعني اعتراف أنه هذا العامل عندي وانصاب عندي وأنا بشغله وأصيب عندي أثناء العمل، هذا هو التوقيع. أصحاب العمل كثير برفضوا، حالات كثير بتمر علينا برفضوا التوقيع مشان يتهرب من حقوق هذا العامل، وخصوصا في إصابات العمل اللي بتكون قوية. هذا مش معناته نهاية المطاف إنه العامل صاحب العمل رفض يوقع خلاص أنا حقوقي راحت. القانون يقول يحق للعامل إثبات حقه بكل طرق الإثبات. بيجي هون بالحالة هاي، في حال الحالات بتيجي لعنا إحنا بنوقع له، بده يحتاج بالحالة هاي إلى محامي، محامي يدافع عنه، المحامي بيستلم القضية ويرفع قضية في محاكم العمل داخل الخط الأخضر. طب المحامين يعني يأخذوا رسوم من العاملين أم مجانا يتم هو التعامل بأخذ معهم؟ لغاية الآن المتبع هو بأخذ بعد التحصيل، وإحنا إن شاء الله إحنا ماشيين باتفاقية، عقدنا اتفاقية راح تكون تطبيقها يعني بعد فترة قليلة، خصوصا إنه يتم الأمور مصالحة بدون العامل ما يخسر أي حقوق، إلا إذا اللجنة المختصة ما توصلت لاتفاقية وذهبت إلى المحاكم. يعني ألا يعتبر هذا يعني عبء على العمال إنه هم يدفعوا رسوم للمحامين؟ يعني هو في بعض القضايا إجباري تحتاج إلى محامي، والمحامي لما بروح القضية بتروح مع محامي داخل المحكمة وبده يقعد فيها فترة، المحامي بده يتلقى رسوم، بده يتلقى أتعاب، إلا إذا في جهة معينة بدها تعطيه الأتعاب، إجباري بده يتلقى أتعاب. بس هون بدي أنوه نقطة ما ذكرت، يحق للعامل إثبات حقه بكافة طرق الإثبات بالقانون. شو معنى هذا الحكي؟ صاحب العمل رافض التوقيع، من حق العامل لما وقع أثناء العمل مين الزملاء اللي كانوا حواليه؟ العمال. شهادة العمال هي مهمة جدا، الإمبالانس اللي أجهره سيارة الإسعاف اللي حملته من مكان العمل إلى المستشفى يحق، يعني بيقدر، مش سهل إنه صاحب العمل يقول بس لأبدية. لذلك لما المحامي بتحول بهذه القضية إلى المحكمة بده يثبت للقاضي ويثبت للمحكمة إنه هذا العامل انصاب عند في هذا المكان عمل بالطرق الموجودة، لذلك هو بأخذ حقه كامل والمحكمة بتحكم له. ولما بتحكم المحكمة بتوجه هون لحوال التأمين الوطني مشان التأمين الوطني الإسرائيلي يدفع عن إصابات العمل. الموضوع الآخر اللي ذكروه الزملاء إنه يعني إنه إحنا أقولت أنا من البداية إنه الأصحاب العمصريين بتفننوا بعمليات التزوير زي ما ذكروا بعد الأيام العمل بالأجرة، البعض لو أجيبنا لو في عنا كلوشات كلها 200 شيكل وهي الحد الأدنى، بكل عامل يأخذ 300 و400 وكذا أكثر من ذلك. هون القانون شو بقول؟ يفترض هذا العامل أن يتقدم بشكوى وهو على رأس عمله،
لأنه تتقدم بشكوى بعد انتهاء العمل معظم القضاء بيقول لك أنه هاي قسيمة الراتب اللي كان عامل يتلقاها شهريا إذا عنده اعتراض عليها ليش ما اعترض ليش ما قدم شكوى ليش صابر اليوم وبيقبلوا بحكمه بما ورده في التلوش أو اللي هو قسيمة الراتب بس ولكن للعامل إذا بتقدم بشكوى أثناء عمله قبل الفصل بأخذ حقه وبيثبت هذا الحكي بأخذ حقه كامل ومش بس وقت حقه يغرم أصحاب العمل غرامة كبيرة جدا نعم أصحاب العمل ما بيحبوا يصلوا لهذه المرحلة إنه عامل يرفع عليه قضية أثناء العمل لذلك رايح يعطيه حقوقه وما يخليها تصل إلى المحكمة طيب سيد عبد الكريم من ناحية ثانية ما تحدث عنه العاملون إن كان من ناحية ما يتعلق بالتقارير الطبية التي يجب الحصول عنها من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة يبدو أن هناك مشكلة في التعاطي مع هذا الموضوع أنتم في وزارة العمل كيف تسهلون على العاملين هذه القضية تسهيل أمورهم ما يدفعونه من أموال يعني من المفترض أن يعوضهم التأمين الوطني الإسرائيلي ولكن يبدو أنه الطريق بتكون صعبة وطويلة وشاقة من ناحيتكم كيف أنتم بتتعاملوا مع هاي القضية وخاصة أنه يعني أنكم لا تتعاملون ممن لا يحملون تصاريح هنا أخت الضحى بداية زي ما وضحوا الإخوان أنه قسيمة الراتب بدي أركز على هذا الموضوع هي الأساس في الاحتساب في احتساب أي تعويضات تعود للعامل قسيمة الراتب هذه يتم تزوير عدد الأيام فيها والأجرة صحيح إحنا كوزارة عمل تواصلنا مع الطرف الآخر في هذا الموضوع وكان مطلبنا واضح أنه يتم احتساب عدد أيام العمل بناء على البصمة يعني عاملنا الفلسطيني بعبر المعبر وبيستخدم البصمة إحنا طلبنا من الجانب الإسرائيلي أنه يتم ربط البصمة اللي بيبصمها العامل الفلسطيني على المعبر مع دائرة الدفع الإسرائيلي الموجودة في القدس بحيث فعلاً الأيام اللي بدخل فيها العامل العمل وبكون بالبصم هي عبارة عن أيام عمل لحد الآن رفعنا هذا الكتاب بهذا الخصوص للطرف الآخر وإشي ثاني اللي أحكاه الأخ داري عبد الحليم موضوع قلة عدد مراقبي العمل في إسرائيل اللي بيقوموا بالمراقبة على ورش العمل يعني 17 مراقب عمل على 13 ألف ورشة إحنا بالنسبة لنا كتب رسمية فيها احتجاج على هذا العدد القليل نعم. من مراقبين العمل هذا قلة العدد بيؤدي إلى زيادة عدد الإصابات في صفوف عمال الفلسطينيين برجع للسؤال اللي طرحتيه علي موضوع اللي هو اللجان الطبية نعم. بالنسبة للتسعيرة اللي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية هي كالآتي العامل الفلسطيني عندما يتعرض لإصابة عمل بداية يذهب لمكتب العمل من أجل الحصول على نموذج من دوائر التشغيل المنتشرة في مديريات العمل والذهاب به إلى اللجنة الطبية لكن وزارة العمل تقوم بالفحص إنه هذا العامل معه تصريح صار المفعول أم لا بالإضافة تنظر إلى النموذج 250 وتحدث على الإخوان عن نموذج 250 هو عبارة عن اعتراف من المشغل الإسرائيلي بوقوع الإصابة في مكان عمله إحنا كسلطة وطنية فلسطينية كوزارة عمل غالبا لا يتم نشجع الاعتراف يعني غالبا حسب روايات لا يتم الاعتراف بحقوق العمال من المشغل الإسرائيلي أخت ضحى إحنا نقبل في حال ما كان بتوقيع المشغل الإسرائيلي على نموذج 250 وحط التوقيع والختم هذا اعتراف في الإصابة في مكان العمل هل كانت الطرق القانونية تستمر مع الاتحاد يتم تحويل الاتحاد العام لعمال فلسطين أو نقابات عمال فلسطين أو الجهاد التمثيلي للعمال أو الأخوة في خط العامل أو المحامين الخاص بعد ما يأخذ الورقة ويتم التأكد من انه الاصابه تمت وتحويله للصحه احنا كسلطه بنشجع نعم. العمال الفلسطينيين الذين يعملون بصوره منظمه من اجل الحفاظ على حقوقهم نعم. الجزء اللي بيعمله من عمالنا بصوره غير منظمه في صعوبه هناك في اثبات اصابه العمل نعم. لكن انا هن بوجه الحديث لجميع عمالنا الفلسطينيين حتى العامل الفلسطيني غير المنظم مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية يجب أن تعترف وتعترف بالإصابة إذا حدثت في مكان العمل لأنه عاملنا الفلسطيني عندما دخل من المعابر أو غير المعابر أو الحواجز يدخلون بصورة غير منظمة ووصل لمكان العمل نعم. لأنه وصل لمكان العمل يعتبر مؤمن ولا يخاف يذهب إلى المستشفى داخل الخط الأخضر نعم. ويعالج والتأمين الوطني مسؤول عنه حتى لو لم يكن معه نعم. تصريح أريد أن أنتقل من جديد إلى الجمهور وأريد مشاركات أخرى لو سمحتوا للحديث عن تجاربكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام جلال جمعة بيت ليد منطقة طول كريم أصبت في تاريخ 2-12-2014 أثناء العمل
وعبالي المعلم توفي 250، دخلت المستشفى لنيادو ساعتين ثلاثة وحولني أتعالج في منطقة فيمتول كريم، عملت عملية الديسك. نعم. بعد ما أثبتوا أنه في عندي تمزق عضلات ومش عارف إيش، عملوا لي عملية الديسك في مستشفى الزكاة على حسابي الشخصي. نعم. دفعت مبلغ وموجود فواتير وكل شيء، تحولت للجان طبية في منطقتي ثم للجان العليا. اللجان العليا أعطوني 250 يوم إجازات ومن ثم أرجع إلى عملك. نعم. الإسرائيليين ما زالوا بيعطوني عجز 10% وفي استئناف، وما فهمتش ليش أعطوني أقول لك 250 يوم عمل عجز في رام الله اللجنة العليا، وهذول لحد هسه ما زلت يعني في اجازه مرضيه. يعني حسب المستشفيات في الداخل اعطوك اجازه مرضيه؟ اللجنه اللي للتامين الوطني الاسرائيلي اعطتني اجازات واعطتني عجز. نعم. اللجنه العليا في رام الله اعطتني 250 يوم. نعم. فقط. نعم. وهذا غير كافي لحالتك. وهذا غير كافي حسب التقرير الطبي تبعي. نعم. اللي من عند الإسرائيليين، من عند العرب بقول لك أنت خلص من عندنا من رام الله. شكرا لكم. شكرا لك. هل من مشاركة لو سمحتوا جديدة؟ أحمد دويكات، عضو هيئة إدارية لنقابة عمال البناء في مدينة نابلس. أهلا وسهلا. محافظة نابلس. طبعا أنا بدي أحكي عن بشكل عام عن الوضع العمالي اللي داخل الخط الأخضر. بتحدثوا عن اللي معاهم تصاريح، هسا اللي معاهم مش تصاريح بفوتوا، في منهم كبيري السن اللي من 50 وفوق بفوتوا بدون تصاريح، طبعا بتم عملية استغلال إلهم. نعم. لا إلهم حقوق برضو، ولا بأخذوهم بشغلوهم، حتى اللي ببيتوهم هناك قاعدين بشغلوهم بزيادة ساعتين بس منشان وجبة يطعمهم وجبة غداء في فترة عملهم. إضافة إلى ذلك لا لهم حقوق، إن انكسر ما حداش بيسأل عنه، إن مسكته الشرطة وحبسته ما حداش بيسأل عنه. يعني في كل الحالات في كثير برضو من اللي بيطلعوا مهربين، وخاصة في عمال البناء، يعني لما بيجي المراقب الدوام مراقب العمل اللي نعم. هناك اللي عندهم بخبوهم منشان ما يعرفوش لانه معهم مش تصاريح. نعم. فهذول مهضوم حقهم نهائيا، يعني حتى اللي بنتحدث نعم. عنهم مهضوم نتحدث حقهم عن أكثر اللي معهم 60 ألف عامل ربما تصاريح، هيو مهضوم حقهم، فما نعم. بالكم اللي معهم مش تصاريح واللي بروحوا يشتغلوا هان مش لاكين عمل اللي نعم. يكفيهم، بقول لك بنروح نشتغل في اسرائيل احيانا نعم. باخذه اللي باخذ بدل ما ياخذ نعم. يعني العامل العادي باخذ مثلا معاه تصريح باخذ 400 شيكل و300 شيكل و500 شيكل حسب مهنته نعم. هذول بيستغلوهم بيعطوهم 200 شيكل او 150 نعم. شيكل او 180 شيكل في اليوم. اشكرك. هاي القضايا هي اللي لازم طبعا مهم ان نثيرها ونتحدث شكراً عنها. لكم. كان هناك حاله عن حاله وفاه لو سمحتوا، اريد ان استمع من اهل الشهيد المتوفى. تفضل حضرتك. طبعا اول شيء نشكر قناه فلسطين على هذه الاستضافه، نشكر الاخوه المسؤولين. انا اخو شهيد لقمه العيش ايهاب حسين يحيى، طبعا توفى اخوي بتاريخ 18/8 اذا تعرضه لاصابه عمل داخل المحتل. نعم. اخوي كان يشتغل بمصنع حديد فتعرض لاصابه انه قضيب حديد يعني وفي ضربه بالراس وادت الى ما بعد الى وفاته. نعم. طبعا لو تم اتباع قواعد السلامه من قبل صاحب المصنع او من قبل الجهات مسؤوله لما يعني كانت الاصابه اقل، يعني لما كانت قاتل، بس الحمد لله اكيد قضاء وقدر برب العالمين، يعني بالنهايه ايش صار. طبعا زارونا خلال بيت العزاء طرف من الوزاره ووعدونا انه باعطاء حقوق، يعني انه وعدونا بمناسبه انه كان في تحسين حقوق ووعدونا كثير، فلحد احنا بنطالب بنروح على مكاتب وهم يودوا ورانا او بنروح على مكاتب لحد ما وصلنا اي شيء منهم. كان يحمل تصريح؟ لا ما كان معه تصريح، كان هو مرفوض امني. نعم. للسبب ما طبعا مش معروف ليش هو، بس انه مرفوض امني. نعم. كان يلف اللفه مثل اي عامل، طبعا اكيد يعني لفت على القدس يعني وشو المخاطر اللي بتصير. نعم. وشو بالليل وكانوا يسقطوهم وياخذوهم معهم، يعني مثلا اخوي قبل اسبوع اطلع على اسرائيل ولف اللفه انسقط هو بالطريق. نعم.
إذن رب العمل تنصل من المسؤولية بعد وفاته وليست هناك أي جهة تابعت القضية فلسطينيا؟ لا، ما في طرف هم حكوا لك الوزارة هم حكوا إنه بنتابع الموضوع وإن شاء الله نعطيه حقوق بعد، بس لحد هسه فيش أي رد منهم. نعم. في بس شغلة بدي أقولها، إنه بعد ما توفى أخوي بنفس اللحظة حولوا على مستشفى أبو كبير عشان التشريح. نعم. إنه بنسأل يعني لحد هسه مش طالع نتيجة التشريح، هاي له أخوي متوفى 7 أشهر ولحد هسه مش طالع النتيجة. والسبب إحنا مش عارفينه. طب مع أي جهات بتتابعوا أنتم؟ يعني من الوزارة، وزارة العمل، أو في الأخ عبد الحليم. طيب، وفي محامي طبعا متابعينه. شكرا، شكرا جزيلا. ننتقل إذا مشاهدينا بهذه المداخلات. سيد حزام، تبدأ بالتعليق على ما سمعنا إليه. يعني واضح أنه من لا يحصل على تصريح هو مضطهد بشكل أكثر، إذا ما حصل لديه إصابة أو حالة وفاة لا يوجد جهات تتابع، يعني حتى هذا اليوم لا يوجد متابعة وإمكانية إحقاق حقوق للمتوفى. نعم، شكرا. أول شيء بالنسبة لحالة الوفاة اللي ذكروها الإخوان، أنا بقول بشكل عام موضوع تشغيل عامل غير منظم ليست مسؤولية العامل أو الحق على العامل، هو مسؤولية صاحب العمل. بهذه الحالة مطلوب منا أن نثبت إصابة العمل عند هذا المشغل، وبحالة الوفاة أنا بستغرب أنه صاحب عمل بيقدر ينكر أصلاً، لأنه حدثت حالة وفاة في مكان العمل. لكن مش واضح عمل أنه واحد في إنكار، يعني واضح أنه في إنكار. لذلك هون المسألة لا يعني بدهاش عفواً عواطف، هون تحتاج إلى تقديم شكوى لإذا الجهة ذات اختصاص. أنا بدي أجي إنه أنا جهة ذات اختصاص وأقدم. يعني نعم، مين هي الجهات لازم تقديم شكوى؟ هي في عندنا النقابات تحدم، طبعا وزارة العمل لا يقدم لها شكوى بهذا الخصوص، توقيتش قضاء هيك عمالية. في النقابات بتوقيت أو أي محامي خاص، محامي الخاصين أو النقابات. لذلك مطلوب تقديم شكوى، وهذا المحامي بأخذ المعلومات منهم ويرفع قضية في محكمة العمل في تل أبيب ليثبت إنه هاي الإصابة حدثت عند صاحب العمل، وبالنهاية طالب له بحقوقه وبتحكم المحكمة. وكنا أي عامل اشتغل عند صاحب عمل وما كان معه تصريح مش معناته إنه ما لهش حقوق، ولكن إحنا بنقول الإثبات هو أصعب، لأن العامل اللي معها تصريح هاي تلوش وهي تصريح الإثبات سهل موجود وفي وثائق رسمية، ولكن لما بيكون مش موجود بتيجي الإثبات أصعب. ولكن إذا أثبتنا القانون الإسرائيلي يغطي العمال ممن لا يحملون تصاريح. نعم، بالنسبة للحق ما في مشكلة فيه، ولكن هون إثبات إنه من نثبت إنه كان يشتغل عند سي من الناس ولا صاد من الناس، هاي المسألة. المسألة الأخرى بالنسبة للأخ حكى إنه أعطوني في رام الله 250 يوم. نعم، يعني هو القانون الفلسطيني العمال بيشتغلوا داخل الضفة الحد الأقصى لإصابة العامل 180 يوم، وداخل أخذ 90 يوم اللي أعطوه 250 يوم، هيك من يعني فيش زاعلين أصلا كانت المسألة. هو تحدث عن عجز يعني حسب التقارير المستشفيات. نعم، الإسرائيلية هناك بدل نسبة عطل عجز. الحقوق العامل عدة أصلا، أول إشي في عنا الفواتير والمصاريف اللي دفعها من جيبته، اثنين 75% من أيام العطل، ثلاث لما بكون في عنا نسبة عجز، يعني في عدة بنود. برد أرجع للنقطة اللي حكيتها في البداية مشان ما نمر عليها أمور الكرام، وأنا عبر تلفزيون فلسطيني بناشد وزير العمل ووزير الصحة الفلسطيني. نعم، بإيجاد حل لعمالنا الغير منظمين اللي بنزلوا على داخل الخط الأخضر ويصابوا بإصابة عمل. اللجنة الطبية عندنا هون فلسطين سواء اللوائية بالمحافظات أو المركزية في رام الله لا تقبل النظر بقضاياهم، تقبلش تفحصهم وين يروحوا هذول. أنا بعرف كده كل الأستاذ إنه ممكن أوقف له محامي وروح نطلب له اللجنة الطبية في التأمين الوطني الإسرائيلي، ولكن هذا يفترض. ليش إحنا ما نفهم؟ وهو هذا عامل عندنا، يعني شو السر ليش إحنا هذا العامل مش منظم؟ وزارة العمل ترفض تعطيه تحويل مشان اللجنة الطبية تستقبله؟ أنا يعني مش قادر استوعب ليش. سيد فوزان، لضيق الوقت سيد عبد الحليم، ونريد يعني بالختام الكلمة الأخيرة، ما الذي يمكن أن نقوله؟ يعني حسب ما استمعنا وما تقدمونه أنتم من خدمات ومتابعة للقضايا، ما هي المداخل لديكم وعلى ماذا تستندون حتى لما يكون ما في تصاريح عمل؟ شوفي، بالنسبة لقضية بدون تصاريح العمال الفلسطينيين بدون تصاريح، أساس التأمين الوطني في قضية الاعتراف بإصابة العمل هي وجود علاقة بين العامل والمشغل. إذا أثبتت العلاقة بين العامل والمشغل فالتأمين الوطني
بيعترف الإصابة وممكن أنه يغطي أيام المرضية ونسبة العجز. زي ما حكى الأخ فوزان، هي قضية الإثباتات. أنت اعمل على أنك تثبت أنك تشتغل عن هذا المشغل، ما تخافش لو أنك تشتغل بدون تصريح. أنت مغطى في قضية أنه يعطوك تعويضاتك وحقوقك من قبل التأمين الوطني، لكن الشرط الوحيد اللي بيطالب فيه اللي بيدعي فيه التأمين الوطني الإسرائيلي أنه إذا تواجدت في المستشفى لمدة معينة بيدفع لكش الأيام، لأنك أنت غير قانوني موجود في المنطقة، بس ترجع على منطقة السلطة الفلسطينية بيتم احتسابها، بيعودوا برجعوا له، بيدفعوا له أيام المرضية. فالقضية اللي بدون تصريح إذا تصوب بني آدم من العمال الفلسطينيين المفروض أنه يتعالج مباشرة في مستشفى إسرائيلي هناك. نعم. ما يخاف، يطلب لو دفع من جيبه الخاص تكاليف ال بما انه يعني التأمين الإسرائيلي المفروض انه يغطيه كعامل لديه تصريح عمل، كيف يتمكن يعني رب العمل من التغاضي عن ذلك وعدم علاجه بهذه المستشفيات؟ المشغل الإسرائيلي هو نوع من الخوف على أساس ما يتحملش مسؤولية، برفض أنه يعالجه، لكن إذا جاب أمبالانس إلى منطقة عمله والأمبالانس بيسجل الحدث بالضبط بتفاصيل اللي صارت وموقع البناء، وبالتالي هي عملية إثبات، وبالتالي نعم. بيقدرش تهرب، بيقدر يقدم شكوى للشرطة أني أنا كنت أشتغل في هذا المكان، لو معيش تصريح أنا كنت أشتغل في هذا المكان والصوابت. أنه كثير من الحالات حتى حالة الوفاة اللي حكى عنها الإخوان، يعني لو تمت متابعتها من البداية وتقديم شكاوى كان في عملية إثبات أسرع وأقوى وكان في لها نتائج سريعة. قضية اللي بدي أشدد عليها واللي ذكرها الإخوان إنه نموذج 250 اللي بيأخذ العامل هو علاج أولي، لكن ما بيعني إنه التأمين الوطني مباشرة بدفع لك مقابل أيام المرضية والعجز، لأنه في عملية اللي هي بدك تقدم أخرى نموذج 211 بيشمل الأيام المرضية وبيشمل التوقيع من المشغل والتلوشات وقضايا كثيرة بطلبها التأمين الوطني. فبالتالي مش أي عامل فلسطيني أخذ نموذج 250 خلص اعترف فيه التأمين الوطني. في بيروقراطية شوي من قبل التأمين الوطني، مع أنه العامل الفلسطيني من حقه أنه يتعالج ويكمل علاجه بدون ما يأخذ هاي العملية الطويلة وتحصيل الحقوق بفترة أطول. سيد عبد الكريم، فيما يتعلق بالدور الذي يمكن الحديث عنه الآن أمام ثغرات ربما نتحدث عنها اليوم واستغلال القانون الإسرائيلي، إن كان في الضمان الاجتماعي وأشكال تغطية العاملين الفلسطينيين، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع وماذا عن المطالبات بأنه يكون لكم دور في متابعة العمال حتى الذين لا يحملون تصاريح عمل؟ هناك في قانون في 18-1970 صدر عن الحكومة الإسرائيلية إنه العامل الفلسطيني يساوى بالعامل الإسرائيلي اللي هم عمالنا في الضفة وقطاع غزة في كافة الحقوق في الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي والتقاعد. لكن للأسف الشديد لا يستفيد عاملنا الفلسطيني إلا من ثلاث أنواع من أنواع الضمان الاجتماعي، وهي تأمين ضد إصابات العمل في مكان العمل، ثانيا اللي هو عبارة عن المرأة الفلسطينية إذا كانت تعمل وموضوع الولادة يغطيها التأمين الوطني، ويغطى في حالة إفلاس الشركة. بقية الحقوق مثل بطالة وغيرها علاوة أولاد لا يأخذها العامل الفلسطيني بحجة ودعوى القانون الإسرائيلي، وهو عدم إقامة عاملنا الفلسطيني داخل الخط الأخضر جوا. بدعوى عدم الإقامة حرم من هذه الحقوق. بالنسبة للموضوع اللي هو دور وزارة العمل بالنسبة للعمال غير المنظمين في حال إصابة العمل، زي ما وضحوا الإخوة لأنه عاملنا الفلسطيني يعتبر مؤمن خال خروجه من المنزل وعودته للمنزل، التأمين الوطني بغطي كافة هذا المنون، كان معه تصريح ولا معهوش تصريح، إذا عاملنا الفلسطيني ما يخاف إنه معه تصريح، لا المطلوب منه حتى لو حسابه الخاص يتوجه لمستشفى داخل إسرائيل ويتلقى العلاج ويبلغ إني كنت أشتغل عند المشغل كذا كذا حتى يضمن. ولكن يبدو هو بحاجة لتسهيلات أيضا من الجهات المسؤولة، تدخل أكثر. احنا بالنسبة لنا مثلا على سبيل المثال توجهت لنا مثلا الإخوة في موضوع اللجان والتقارير الطبية، التسعيرة اللي كانت اللي وزارة الصحة اعتمدتها في شهر 10/2015 هو الزيارة الأولى للجنة الطبية بدفع العامل 350 شيكل، عند التقرير النهائي اللي هي 90 يوم بدفع 350، إذا توجه للعليا بدفع 500 على الأولي وعلى النهائي 500. هذه المبالغ مستردة من التأمين الوطني. لكن الخلاف اللي تم إنهم بطلبوا منا
انه يكون الوصل اللي باخذ العامل الفلسطيني مرفق بتقرير طبي. في 18/2 تم رفع كتاب لوزير الصحه بضروره ان يكون هناك مع كل وصل بتم اخذه من اللجنه الطبيه مرفق تقرير طبي حتى يتمكن العامل من تحصيل كافه هذه المبالغ. بالاضافه بدي اركز على نقطه، لانه العلاج الادويه المواصلات يجب ان تكون فواتير اصليه مع العامل يرفقها حتى يتم تحصيلها هذه المبالغ من التامين الوطني. شكرا جزيلا لك سيد عبد الكريم مرداوي، مسؤول ملف العاملين داخل الخط الاخضر في وزاره العمل. شكر موصول لضيفي عبد الحليم داري جمعيه عنوان العامل المتخصص في موضوع اصابات العمل، وايضا للسيد فوزان عويضة رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع نابلس. شكرا جزيلا لك. أشكر الجمهور الكريم على هذه المشاركة وطرح قضاياكم. نحن دائما في المتابعة في شؤون عمالية لكل ما يتعلق بشؤون العمال وقضاياهم، وتبقى لقمة العامل الفلسطيني مغمسة بالدم ما دام تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأمام هذه المطالبات دائما نرفع صوتنا عاليا لتصل لكل الجهات المسؤولة. مني أنا ضحى الشامي ومن مخرج البرنامج محمد طروى من فريق العمل أطيب المنى لكم، شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.